عايز اجيبه لك فيديو. عايز اجيبه لك فيديو بيقول لك اجيبه لك فيديو. انت فين يا معلم؟ تقول عن انتخابات الاهلي ان شاء الله وتقديم حضرتك. انا شايف الانتخابات ان شاء الله في نادي الاهلي ده نادي الاهلي يعني ده المؤسسه العريقه المؤسسه المحترمه. شفنا انتخابات الاهلي دايما المتنافسين محدش بيغلط في الثاني كله بيعرض البرنامج بتاعه. انا شايف انها حاجه مشرفه زي ما الاهلي مشرفنا دايما في كل المجالات. انا شايف ان شاء الله تكون كان لحضرتك تصريحات الفترة اللي فاتت ان انت هتجيب كريستيانو رونالدو وميسي الاهلي ودخل مليارات النادي في السنة. طبعا انا لسه قناة الاهلي الوقتي قلت الكلام ده وقلت بعض مقترحات بعض نقاط من البرنامج الانتخابي بتاعي. والبرنامج الانتخابي بتاعي يعني العناصر الرئيسية فيها انا لسه بنعد البرنامج يعني كتابة لكن هو موجود في دماغنا والخطة موجودة. انا عندي الاهلي مش اهل كايرو ده اهل مصر. فمن حق الاهلاوية اللي في اسوان واللي في اسكندرية واللي في المنصورة واللي في جميع المحافظات واللي في طنطا يبقى لهم فرع النادي الاهلي. ومن هنا سوف ننشئ اذا ربنا وفقنا ان شاء الله هنشئ فرع النادي الاهلي في كل عواصم المحافظات. وبالتالي يبقى انا عندي تقريبا 25 فرع متوسط 20,000 عضو للفرع متوسط 100,000 جنيه اشتراك عضوية لان العضويات في النوادي اللي في الاقاليم النهاردة وصلت 150 و200,000 جنيه في بعض النوادي. فاما الاهلي عضويته تبقى 100,000 يعني بتكلم لو 20,000 عضو بس في نادي سي ناخد نادي المنصورة فرع المنصور فرع الاهلي في المنصورة 20,000 عضو هو الرقم هيعدي كده بكتير يعني بس 20,000 عضو في 100,000 جنيه 2 مليار جنيه. انا بقول بقى متوسط كل فرع من النوادي دي هيجيب لنا هيدخل للنادي لخزينه النادي 100,000 1 مليار جنيه 1 مليار جنيه في 25 فرع 25 مليار جنيه بسيطه خالص اهي. انا واطلب اذا انا لم اوفق انا هقف ورا اللي ربنا يوفقه وينشئ فرع لنادي الاهلي في كل عواصم دي. واكد لك ان الاهلي قادر على ان يدخل لحساب نادي الاهلي 25 مليار جنيه ومصر كلها تتمنى انها تبقى اعضاء في نادي الاهلي. من هنا جه المبلغ او رقم 25 مليار جنيه مش كتير. لما يبقى عند ال 25 مليار جنيه انا رونالدو وميسي مش يعني النهارده هم رايحين للنهايه هناك لعيبه جديده حتى يعني هتطلع موجودة دلوقتي مش بنفس أسعارهم لأن دول خلاص بقوا أسماء كبيرة. أنا بقول هجيب ميسي ورونالدو واللي زي الناس دي من جميع أنحاء العالم مش ميسي ورونالدو بمعنى ميسي ورونالدو ما يوازي ميسي ورونالدو. الأهلي أنا مش جاي عشان أحقق للأهلي بطولة كأس ودوري. الأهلي من يوم ما انشئ لحد النهارده وهو بياخد الكاس والدوري وبياخد الكاس الافريقي وبياخد دوري ابطال افريقيا. انا مش جاي عشان يعني انقذ الاهلي كان ضايع وانا بنقذه. الاهلي عظيم على مدار تاريخه من اول ما بقى فيه نادي اهلي من سنه 1907 وفيه نادي اهلي هو النادي الاول في مصر. فانا مش هعمله الاول لان هو الاول. الناس اللي سبقونا ناس محترمين ونجحوا. انا عايز اقول لك ان الاهلي بالنسبه للكوره الاهلي هو اللي بيكسب مش مدرب ولا لاعب ولا رئيس مجلس اداره. بدليل ان مش معقول رؤساء مجلس الاداره اللي جم في تاريخ الاهلي كلهم على نفس المستوى او المدربين او اللعيبه وبرغم من ذلك الاهلي بيكسب. اذا اللي بيكسب هنا مين؟ نادي الاهلي. اسم نادي الاهلي اللي بيكسب مش بس اللعيبه المنظومه كلها. فالمنظومه انا إذا ما كنتش هضيف للمنظومة أنا مش هتقدم لهذا الموضوع. شايف حضرتك الفرصة يعني المنافسة مع الكابتن الخطيب والمهندس محمود طاهر خاصة هم أعلنوا ترشحهم يعني بس لسه ما قدموش ولا شايف المنافسة إزاي؟ الكابتن محمود الخطيب أولاً أنا على الصعيد الشخصي بحبه كلاعب
وخصوصا ان هو كمان من اصول اهلاويه زيي، فانا بحترمه جدا، راجل محترم جدا، كلنا او كل الرياضيين اتعلموا منه الاخلاق، فاخلاقه عاليه جدا ومحترم جدا. لكن الكابتن محمود خطيب احنا شفناه في الاداره السابقه في مجلس اداره الكابتن حسن حمدي، وكانت اداره ناجحه، انا بعتبرها كانت ناجحه، لكن له حق المنافسه وانا لي حق المنافسه. المهندس محمود طاهر راجل ادار، راجل محترم جدا، اخلاقه عاليه جدا، ينفع يبقى رئيس نادي الاهلي، وهو فعلا ادار المنظومه بامتياز في الفتره اللي فاتت. لكن كمان من حق الاهلي انه يجرب افكار جديده، يبقى فيه دم جديد، فيه فكر جديد. وعلى فكره انا مترشح مستقل، مش مترشح لقايمه، والقايمه اللي هينجح من القايمه دي او من القايمه دي بالنسبه لي هم يعتبروا قايمتي. انا فير مع الناس كلها، واللي هينجح كلنا هنبارك له، لان ده نادي الاهلي.